السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم نحييكم من هنا من استديوهات قناتكم قناة الريان الفضائية وفي برنامجكم برنامج الرئيس الذي يأتيكم بصيغة استثنائية نقدم لكم من خلالها ابرز ما حملته نتائج اليوم الاول من المهرجان الكبير، المهرجان المنتظر والمقام تحت الرعايه الكريمه الساميه على شرف سيف سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني اميرنا المفدى يحفظه الله ويرعاه، منافسات قويه، اشواط حضرت فيها الاثاره، لم لا والتنافس كان على اربعه رموز مخصصه للانتاج على سني الحقائق في الفتره الصباحيه واللقايه في فترة المساء كانت الإثارة حاضرة بكل معانيها تجلت مع أشواط بحث فيها أهل الهجن عن أبرز السلالات وأجودها فجادوا بما وجدوا من سلالات عريقة أحييكم كما يسعدني أيضا أن أحيي زملاء المتواصلين معي في هذه الحلقة البداية من عند الخبير سهيل بن سلطان بن غراب الكتبي والمبتكر حمد بن علي بن جرحب المري وأيضا التحية موصولة للزميل والاخ سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي والمهندس ايضا حمد بن بطي الذي نحييه له ايضا بمناسبه فوزه في هذا اليوم وايضا نواصل التحيه بالزميل سالم بن راشد بن الاسود المري والتحيه ايضا ل سعيد بن عامر البرطماني كما يلقب هناك في سلطنه عمان الشقيقه رحب في ابو صقر وايضا التحيه موصوله باخونا عبيد بن علي السناري محلل قناه الريان الفضائيه وايضا التحيه بالزميل والاخ فهد بن مبارك بن حباب الهاجري ايضا محلل قناه الريان الفضائيه والتحيه بالعملاق الشهواني سعيد بن خالد الشهواني محلل قناه الريان الفضائيه كما ايضا بامكانكم انتم مشاهدين الكرام أن تدلوا بدلوكم معنا في هذه الحلقة من خلال التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي على وسط <applause> البرنامج الريس <applause> على موقع تويتر وكذلك على موقع الانستقرام اليوم بدانا في منافسات مهرجان سيدي امير البلاد المفدى، الكل صراحه سعد بهذه الانطلاقه الكبيره، سعد بهذه المشاركه واسعه الانتشار، لو ابدا معاك ابو صقر عن ابرز عناوين هذا اليوم مع ضربه البدايه في مهرجان سيدي سمو الامير في نسخه عام 2016. احييك ابو محمد وحي اخواني المتواجدين وايضا امسي على الساده المشاهدين اللي يتابعونا عبر قناه الريان. نقولهم لهم مسان مساء مساءكم تراث ناموس باذن الله تعالى ابو محمد اليوم يمكن يوم الانتاج والمنتجين صراحه يعني يوم مميز يوم يمكن صراحه انا في البدايه حي علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه على الرد الميداني اليوم من خلال فوز عسيله انتاج الاخوان في قطر وهذا ايضا دافع وانتاج الاخبار سلمك الله موجود هذا شيء ايجابي صراحه يعني لما يكون الرد عملي من خلال النتائج فاحييه واتمنى الاخوان الاخرين يعني المنتجين الاخرين يكون متواجد وانا متاكد وعلي يقين تام انه في المهرجانات القادمه وفي العوام القادمه بيكون في تصاعد وفي موقف هذا هذا الموقف الشيء الثاني يعني شفنا اشواط الحقائق في الفتره الصباحيه انت قلت رد ميداني ابو صقر نعم على اساس الكلام اللي ذكرته في نعم مهرجان سمو الامير نعم, دي نعم. دي تكلمت الـ. الـ. انا قلت الاخوان أقرأ. الملاك اللي موجودين هنا يعني تواجدهم للدفاع عن الرموز ومشاركتهم أشواط الرموز يعني فكان اليوم صراحه العطيه كان رده ميداني من خلال النتيجه ومن خلال المشاركه وهذا شيء يحسب له ونحييه على هذه المشاركه المتميزه نعم وقلت لي الاشواط الباقيه بالنسبه للاشواط اللي شفناها ايضا في الفتره المسائيه كانت اشواط يعني صراحه فيها اثاره فيها تكتيك فيها يعني بالنسبه خاصه شوط شوط الابكار كان يعني شيء صراحه متميز الاخوان اللي موجودين في 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 في, في, في الشوط منتجين على على مستوى ومبين مش إن مشاركه من اجل المشاركه وانما في تخطيط مسبق واستهداف لهذا الشوط في مهرجان آه. سمو امير البلاد المفدى بما معناته ان مثلا مجموعه عندي من الأفكار ومن الشخصي مستهدف هذا الشوط ومخطط وشفت انا انا صار الشخصي يعني شفت بعض الإحاءات تؤكد ان في تخطيط مسبق واستهداف مسبق من بعض المشاركين اللي حققوا نتيجه ايجابيه يكسبوا الشوط يبين من خلال مسار الشوط أنه مستهدفين وبصفه مباشره مع اخوانهم بعض الناس المشاركين في نعم. الشوط. ابو سلطان اليوم ابتدانا في منافسات اليوم الاول من مهرجان سيدي سمو الامير يحفظه الله ويرعاه ابرز العناوين اللي شاهدها بن غراب في منافسات هذا اليوم. انا امشي عليكم وعلى اخواننا الحاضرين والمتابعين واقول لهم اسعد الله مساءكم بكل خير. بالنسبه لي يا ابو محمد الحين هذا المهرجان اللي هو مهرجان الشيخ تميم هذا مهرجان محترم مهرجان مطراي ومعروف وكل الناس عادين لهم مجهزين له واللي يفوز فيه واللي ينافس هذا يعتبر ناموس له فشفنا ما شاء الله اليوم اشواط الانتاج في الفتره الصباحيه شفنا انتاج الحقاقه وشفنا المنافسه اللي صارت بين عسيله وبين الشاهينيه البندقاش نعم منافسه خط النهايه وبين بغرث بن قحيد لكن استطاعت عسيلة أن تأخذ الشوط الأول بجدارة ونهني علي بن عبد الله بن علي العطية على فوزها وبارك له على هذا الفوز والناموس ويستحق وسلامات لها القطار وين يسكن بن عطية هل الريان خاصة هل الريان خاصة, أهل الريان أهل 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 أهل. خاصة. أهل وشوف وشفنا اللي هي طاع طيب عمرك اللي شدت نظري اللي هي الشبلة صالح بن بن صويلح بن سويلح افضل توقيت بكره وركض تركض اداء طيب وهذا على فكره الهان نتائج قبل سبق ولا يمكن رصيدها السياره الثالثه في مهرجان اليوم هذا طال عمرك وهي تنحدر من سلاله شاهين ولد النعيميه بعير خليفه بن سيف ومصوب الام من مصوب الام بنت شاهين ابو ظبي اللي مملوك في المحميه العمدان بن محمد فالسلاله السلاله الشاهينيه والبكره ما شاء الله فيها سبق ومركضه عندنا احنا بعد في المرموم تقريبا مركضين في الانتاج وسابجه ومسجل التوقيت فما شاء الله الانتاج فيه سبق ترى فيه بكار رئيسيات فيه جعدان رئيسيات <applause> ايضا قعود بن خيرات بعد اللي اخذ شوط الرمز <applause> بالنسبه في الجعدان المشير. المشير. بعد اداء طيب وركض ما شاء الله ونهايه طيبه بعد ويا قعود بن قحيد اللي في المركز الثاني اليوم ما شاء الله بعد شاب بن قحيد نفسه منافسه قويه لكن السبق توافيق ونصيب ونحن نهنيهم كلهم اللي فازوا في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه ونقول للمنتجين انتجوا وحضروا وابشروا ان شاء الله نعم ان شاء الله بالنتائج الطيبه وبالجوائز الطيبه والشيوخ طول اعمارهم ما قصروا يدعمون كل <applause> الناس وكل المشاركين بكل الاسنان وبكل الاعمار سواء ونحن بعدنا نطالب في الانتاج انه يكبر نعم في, 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 في السن اللقايه وسن الاذاع وسن الثنايا وسن الحول وكذلك بعدنا نحن نطالب في الانتاج الشخصي للبعير والناقه بعد هذا نطالب فيه من اصحاب السمو الشيوخ واصحاب السمو الشيوخ طول اعمارهم كل شيء نطالب فيه الدون ونحن بعد نطالب فيه هذا أن يكون عشان طبعا طعمك طيب راعي البعير يحافظ على بعيره وراعي الناقه يحافظ على ناقته. نعم. اذا هذه ابرز العناوين من منظور سعيد البرطماني وسهيل بن غراب الكتبي ماذا عن الاشواط؟ مثل ما ذكرنا بان الفتره الصباحيه شهدت منافسات لسن الحقائق بينما الفتره المسائيه كانت مع سن اللقايه، في سن الحقائق حضر الانتاج القطري وانتاج مميز. بشعار علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه فتهانينا للوالد عبد الله بن علي العطيه على فوز عسيله وانتزاحها للشلفه الفضيه واقتناصها لاول الرموز في مهرجان سيدي سمو الامير يحفظه الله ويرعاه التهاني ايضا لخليفه ولناصر ومنصور وعلي ولكل الاخوان على هذا الفوز بن جرحب هذا هو شوط عسيله عسيله نشوفها من البدايه كانت في صلب المنافسة قدمت أداء كبير ترجمت هذا الأداء بانتزاعها للشلفة آه مالك عسيلة علي بن عبد الله بن علي العطية ووالده الكريم وإخوانه على آه تتويج آه عسيلة اليوم نجمة آه الحقايق بانتزاعها بشوط الانتاج عسيلة مو بغريب على السبق شفنا لها مراكيض عندنا في قطر سابقة مرتين آه راحت مهرجان ل... ختام الكويت وحصلت على المركز الثاني بافضل توقيته هي واللي على المركز الاول عسيله اليوم شفناها قدمت عرض ممتاز رغم المنافسه اللي واجهتها من الشاهينيه بكره بن دقاش ولمحه بكره محمد بن 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 خليفه بن عسيله حتى شكلها بعد مميز اداها مميز من يوم قامت في المقدمه رغم الضغوطات اللي واجهتها الا انها قدرت تصمد وتحافظ على مستواها لين ابقت الشلفة في الشحانية نشكر مالكها ومضمرها على هذا المستوى تنحدر من سلالة راهي المملوك لإنتاج من الزبار تابع لشؤون الشحانية وأمها من إنتاجهم يعني إنتاج طيب عبد الله بن علي أسس أساس قوي وشفناه طول السنين هذه كلها واليوم ينتزع رمز الحقائق يضاف لإنتاجه الطيب وجهودهم لكل مجتهد نصيب نهنيهم بالانتاج الطيب شوف شكلها حتى الشكل ما شاء الله تبارك شكل بعد مميز نعم ابو سعيد شفنا احنا الشوط هذا منافسه كانت لعسيله من شعار بن دغاش من شعار ايضا بن قحيد لكن عسيله اللي يحسب لها في هذا الشوط انها قامت في البدايه كان عليها ضغط كبير من بكرة بن دغاش اللي هي الشاهينية ولكنها أصرت على أن تبقي هذا الرمز في ميدان الشحانية وتهدي لها الريان والله اول شيء نحن نهني عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه وعلي بن عبد الله بن علي بن عبد الله واخوانه على هذا الفوز الذي اهدته اياهم عسيله والعطيه ما ما بغريب عليه السابق ريال يمتلك من خيره الهجن متواجده في عزبته الاصايل وشاهدنا نحن عسيلة ابو محمد رغم الضغوط ورغم قوه المنافسه لكن عسيله قدرت انها تنتزع الشلفه وتهديها الى اهالي اهل الريان من ميدان الشحانية و... ولو تلاحظ انت بكرة بندقاش كانت منافسه قويه بس عسيله رغم اصرارها وقوه قوتها واندفاعتها في الامتار شوف شوف شوف. نعم قدرت انها تصمد وتهدي الفوز هذا المستحق ونهني على هذا الفوز وعلى هذا الاداء وعلى هذا الانتاج الطيب نعم. ونهني بندغاش بعد بن قحيد ما نقول لهم بعد الشاهنيه وبكره بن قحيد نعم. ما قصروا ادى <applause> عرض ممتاز ويستاهلون على فكره سالم هاي مهبه شاهين ترى آه هاي حسين نعم. عنده علي عنده, بنت لا عنده بوش طيبة هاي. انتاج عنده طيب ونتوقع انه ينتج مثل عسيله وغير عسيله <applause> بعد نحن في الموسم الجاي ان شاء الله <applause> واسم عسيله هذا اسم حلو <applause> هذا نحن عسيله كانت مملوكه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن المكتوم في <applause> سن اللقايه حتى الشاعر سعيد المصلح يقول المرشح, موال مال العسيله مال وين الميل مرساله نعم. <applause> نعم. 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 نعم نعم وايضا ازيدك الشعر بيت بعد عسيله باسم الشيخ جاسم نعم نعم صاحب نعم. صح صح. الدله نعم. نعم بس اول اسم اسم عسيله بكرة سيدي صاحب السمو الشيخ نعم ها اسم تراثي الاسم هذا لا اسم, قديم وهاي عسيله من ابوها مقصص وانتاج نخلي نعم وما بن ضبيان والشاعر سعيد المصلح ما يجيب الا ابيات في شيء يعني يوم يدخل في مزاجه ويشوف نعم. وكان اداءه ومسي عليه بن مصلح بالخير نعم, نعم مسي دمار عليه دمار سبعة 17 نعم. توقيت نعم. من 5 نعم. كيلو نعم. ماشا. كانت عسيله والبورصه وهذه الرماديه والبنات الجاذبيه الجاذبيه اول طلوع أست... بنات مقصصة زين حاللة. انا ب... انا بنشدك نعم. عن شوط دام انك فتحت التاريخ وكذا نعم. يوم حياة علي بن سالمين او سالم عمر، ظهر سالم عمر الله يرحمهم جميع. نعم. يوم يقول الطيارة والبترول، نعم. يوم مرت الطيارة على البترول قال شيكة. شيكت. كات نعم الطيارة من البترول وطارت <تصفيق> الطيارة, <تصفيق> الطارت <تصفيق> الطارت الطيارة. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم هذا وين كان الشوط هذا ولا سنة كم؟ هذا في الوثبة. الوثبة. نعم، سنة كم عاد ابو محمد؟ 86 نعم. 86، وثمانين طيارة وتركت بترول وثالث مطرة الراهب بن حمدان. اي ونعم. لو لو الطيارة وثاني بترول, بترول, بترول. حمدان بن راشد وثالث مطره راشد بن حمدان عايش بترول يمع بن سالم الرزي والطياره يضمها مهير بالصوب ومطره يضمنها بسيري بن سالم بالعرضي بن عبيد طبعا انت صديق لعبدالله الله بن علي العطيه ولان جاره الكرام لا شك بانهم يمتلكون قاعده كبيره من الهجن وعبد الله بن علي العطيه ايضا نقدر نسميه من العاشقين لهذه الرياضه من حتى قبل ميدان الابرقه يوم كانت السباقات الفرع هذه القاعده اليوم تؤتي ثمارها الى جانب ايضا النتائج الايجابيه اللي تسجلت في الاعوام الماضيه كيف شاهدت عسيله وأداها في شوط الشلفه الخاصه بالحقائق الانتاج في البدايه نتقدم لعبد الله بن علي العطيه وانجاله الكرام على انتزاع عسيله رمز الحقائق في هذا الصباح ونقول البرطماني هذا انتاج الشحانيه وهل الشحانيه متواجدين سواء في سباق الامير الوالده او في سباق الامير. طال عمرك ناقه اول شيء عبد الله بن علي العطيه مثل ما تفضلت يا ابو محمد يتعب على الانتاج يشتري الذلول السبوق وينتج الناقه السبوق ولا لقى ناقه من وكون القاعده هذه تقريبا من عشرات السنين. فعنده انتاج طيب وعنده زمول منتجه من الدرجه الاولى. ما شاء الله. وكله توفيق من الله سبحانه وتعالى الرجال يتعب ويجتهد ويدور السبوق. ويدور الناقه المنتج وعنده من خيره الهجن الموجوده هنا اعتبرها على مستوى الخليج يعني رعيه ما شاء الله رعيه وحلال كله في رصيده انجاز ولا يبيع الناقه اللي تسبق يعني بسهوله الناقه طال عمرك لا سبقت وضلعت وداها للرعيه واضربها بالبعير الطيب وانتجت عنده فنهني على الانتاج الطيب صراحه استهل. وعسيله انا اقول لك الليله يعني اليوم الصباح الفتره الصباحيه عسيله خاضت منافستين من المنافسه الاولى تقريبا من نص المسافه هي استلمت المقدمه وكان الشوط من صالح لمحه لانها جايه ثالثه على الرمز في سباق الامير الوالد لمحه اللي بكره بكره الهول ثانيا <applause> طال عمرك خاضت منافسه مع بكره الند قويه اللي هي بكره من دقاش شهني ما قصرت وادت اداء قوي وصارت المنافسه بين الثنتين من نص المسافه للامتار الاخيره فكان الركض او يعني الشوط ككل بين الثلاث وكان في صالح الناقه المرشحه الاولى اللي جاء ثالثة على الرمز لمحه لمحه واكثر تقرا اي نعم لكن اسئله انا <applause> صملت للامتار الاخيره وعند اصدار الاوامر احنا شفنا عن دفاعاتها ما شاء الله ونهايتها وناقه سبقت الشوط عزم منها وفتنه ولا الشاهنيه صراحه بكره بن دقاش بكره لها العديد من الانجازات لمحه لها العديد من الانجازات وكلها رئيسيات انا أعتبرها. لكن اسئله اللي نفعها سلالتها ابوها راهي المملوك المزبار الهجن شون الشحانيه وراهي انتج العديد من من الهجن وهذه بشاره بعد أهل القطر الزمان الجاي الزمان ذا راح خلاص ركاب نعم <applause> <applause> لكن يضربون بابراهيم ان شاء الله اليوم يعني أه داخل عليه في التسجيل وموجود فيه زين الحمد لله بعد اليوم زحمه عليك كثر العالم اللي راح وين راح وين راح الحمد لله المناسبة بدايه احنا نهني الوالد عبد الله بن علي وان جاله الكرام مسيب بالخير ابو ناصر والسلامات بقت في الشحانيه وفي الريان وبيض الله واليوم شفنا اه ركاب ام الزبار اليوم لها اه تواجد في العدد من طال عمرك راهي اليوم ابو عسيله اي وضح اه للناس سراب طال عمرك وضح يا وضح بس ما ركاب زمول سراب إيه <applause> طال عمرك <applause> ابو بكره <applause> ابو شارب ابو <applause> شارب اللي حصلت و... على السياره في المساء مهنيه الناموس المصير طال عمرك ابو قعود عبا اللي سبق اليوم فتره الصباحيه ما شاء الله كل هذه ركاب ام الزبار ومكلف وركاب هاي طال عمرك انتجن وبينتجن ان شاء الله العديد والعديد من السبق وركاب مصنفات بعد من الدرجه الاولى وكلها ركاب طيبه نعم. يعني وراح تشوفون ان شاء الله انتاجها في الاعوام المقبله ان شاء الله وبدت بوادر الخير. زين ليش قلت زمور يعني؟ ركاب الحين ركاب ما ركب الغالي. <applause> لا ركال لا ركال لا انت عندك عندك شيء وعندهم شيء. <applause> عندك, عندك, عندك هذا هي بس <applause> احنا نبغى يوضح الامور سالم انتم كلمه ركاب على البوش المطايا الحلال اللي يركب. ركاب الركب كله. ركاب الركب تطلق على الزمور. نعم لا أنا الزمول نقول زمول غالي زمول حان حان نسميها ركاب ونسميها زمول نعم. كلها نعم. نعم. لا ركاب عندنا زمول بس مشان توضح بس ال... وجهان لعمله واحده نشوف نعم. اللقاء جهز الحين اللي اجراه الزميل محمد بن بريك المري مع خليفه بن عبد الله بن علي العطيه ماذا قال خليفة العطية بعد هذا الفوز وأيضا بعد تتويجه من قبل سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل على الثاني إنجاز لا ينسى واسم سيبقى في تاريخ هذا المهرجان اسم عسيلة خليفة بن عبد الله بن علي العطية ألف مبروك فوز عسيلة واختطافة للشوط الرئيسي اليوم رمز الشلفة الفضية للحقائق الانتاج الله يبارك في عمرك والله يجزاك خير وش سلالتها؟ سلالتها طال عمرك راهب يرسمه الشيخ تميم امير البلاد امها بن شاهين الكليلي. مشاركتها قبل الشوط اليوم؟ والله عندها عده مشاركات، السنه هذه عندها ثلاث سبقات وعندها مرتين ثاني واليوم حققت الرمز. كيف شفت المهرجان بشكل عام؟ والله مهرجان الشحانيه يعني احنا شهادتنا فيه مجروحه يعني هو الشيء يتكلم عن نفسه تنظيم اللجان الامور كلها عشره على عشره. نعم. الشوط اليوم كان فيه شوي ضغط من المشاركين كيف كانت الاعصاب في شوط الرمز اليوم والله شوط رمز اكيد فيها اعصاب لكن تعرف يعني الشوط من البدايه صار صارت المنافسه بين عسيله بين البكره اللي جات ثاني معاها اللي هي بكره الدقاش ف استمر الثنتين في المقدمه لين انهوا الشوط. انت تفضل الفوز باريحيه ولا الفوز مثل اليوم بمنافسه؟ والله شوف اي مالك يفضل يفوز براحه لكن الموضوع مو في يده لكن كلها يعني نكهه وطعم خاص الفوز بعد المنافسه صحيح صحيح أكيد, اكيد اكيد اكيد, ما فيها ما فيها ما فيها فيه يعني ما واحد عم. اثنين هاي. نعم لمن تهدي الفوز اليوم؟ اهديه لبوي عبد الله بن علي العطيه الأخواني ناصر ومنصور وعلي الى اهل الشحانيه كافه نعم شوف الرجال اللي استلم الرمز اليوم تعرف عليك عبد الله ابو خليفه العطيه ونعم عبد الله كيف شفت عسيل اليوم؟ والله البكره شوطها زين وفرحتني. <applause> ان شاء الله الفرحه دائمه وشكرا لك. عفوا. شكرا بيض الله وجهك ونقول جعلنا المسلمين دائما موفقين ان شاء الله. جزاك الله خير واتمنى التوفيق ان شاء الله الجميع اذا شكرا لخليفه بن عبد الله العطيه وايضا لعبد الله بن خليفه العطيه ونقول ان شاء الله انها فرحه دائمه تواصلت الاثاره في ميدان التحدي وكان الموعد مع الشوط الذي تلا شوط عسيلة كان شوط التنافس على الخنجر الفضي الخاص بالحقائق القعدان الانتاج في هذا التحدي جاء المشير ليكون اسما صعبا اسما عملاقا في هذا الشوط فتهانينا لسهيل بن خيرات بدوده العامري على هذا الفوز مهندس حمد هذا الشوط بالفعل كان شوط فيه تكتيك حربي والمشير اثبت بان رتبه عاليه في هذا التحدي وانتزع الناموس وكان له المراد بالحصول على الخنجر البدايه النومس البوسالم سهيل بن خيرات العامري وسالم واخوانه على هذا السبق سال سبق المشير ممكن ابو محمد الحين شفنا كركض وكتخطيط وكمنافسه دارت بينه وبين يمكن اكثر المنافسه دارت بينه وبين مهول قعود بن قحيد اللي حصل على المركز الثاني القعود لهم مشاركه طيبه هناك عندنا في ميادين دوله الامارات وبالذات في ميدان مرموم في السويحان لهم مشاركات قويه ممكن خفت الشوط مرات تاثر حتى على مستوى يعني الضغط النفسي في الشغل الضغط النفسي على المسائر. على على المسائل لانه يوم يقل العدد تزيد المراقبه صدق. انت تتابع كل حركه حتى لو واحد بيفتح سماعه تحسبها انت وتتابع هالقعود اللهم صل على سيدنا محمد يعني من سلاله طيبه ابوه المشير بعير الشيخ مايد بن محمد ونعم. ابوه ماخذ البندقيه وامه اخذت اسد الرئاسه امه بنت مشكور مشكور وايضا اخذت شرط بعير بن خيرات فالقعود ابو محمد من بيت ركض من اسره ركض أه اليوم حلال بن قحيد ما شاء الله طلع مستوى طيب ايضا القعود اللي حصل على المركز الثالث قعود سعيد بن محمد بن مبارك المهيري حصل على المركز الثاني في الرمز في ميدان الوثبه فالحلال اليوم اللي شارك يعني الاول وثاني وثالث كلهن أه يعني مميزات أه دارت المنافسه بينهن أه يمكن لين أه خط النهايه لان القعود هذا صمل وثبت اللي هو قعود بن خيرات ودائما بن خيرات أه دائما يطلع لنا بجعدان طيبات فشوات الرموز الرموز 2003 طلع بالمرعوش عقبه طلع بالاسد اللي انتغل... اللي راح الهجن الراسه فعزبه من الخيرات دائما ما تخلى من القعود السبوق يعني دائما على كل فتره يغذي الساحه مثلا مطيه تسبق تاخذ نعم. اللي لاحظه الى اشارتك الى بن خيرات قدم لنا المشير ايضا في اشارتك حمد على شعار اللي هو بن شعار نعم. بالهول ايضا رجل منتج واثبت قوته في اشواط الانتاج من العام الماضي بنق... بالمرموم من... السنة بن بن ابو محمد يعني حتى يعني مش الا في المرحله هذه بتشوف عنده حلال طيب اللي قال اليوم الفيل فتره المساء عنده اذاعه طيبات صدق دائما اذا توفر ناقة عندك وتوفر البعير الطيب وتمرح له يكون عندك مستوى الانتاج قوي اليوم بن خيرات يعني دخوله في الشوط هذا وبن قحيد حاصل على المركز الثالث يعني قبلت حلال بن قحيد طيبه ومنافسه مهول اليوم كانت يعني ما شاء الله ولا ملفت مهول ملفت 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 اللي حصل على المركز الثاني خليفه بن محمد بالهول نعم فنومس لهم واليوم هل خذوا خذوا لهم رمزين بكرات بالحلوس وايضا قعود بن خيرات مصانع الجنوب فيستاهلون كل خير نعم مشير وملفت ملفت ومشير اسمين تنافست سالم شو اللي عطى الافضليه والاحقيه للمشير بانتزاع هذا الرمز على ملفت شن الـ 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 شنو العنصر اللي ساهم في تحقيق هذه المعادله ونجاحها بالنسبه لابن خيرات؟ احنا <applause> بن خيرات على فوز المشير بهذا الرمز وكلها ما تنظلم يا ابو محمد لا مشير ولا ملفت لا شك اللي هو المشير تحمل الضغط تحمل سوق عصام معنا بالبداية قايم في بدايه الشوط ملفت كان متاخر شوي بس في الكيلو الاخير طلعت القعدان كلها مع ملفت والمشير لا شك المشير كان له كان متقدم شوي على على ملفت له دائما الحلال اذا الكيلو الاخير وبعض الحالات تكون متقدم له الافضليه دائما حتى لو السوق مستواه متقارب يكون هذا من نصيبه الشوط مثل مع شادي عسيره فصمت وقعود وتحملها الضغط اللي ليه اليوم هو اللي اخذه في تزع الرمز ودائما منافستها رمز ثاني وثالث ورابع المشير المشير دائما نعم اعتقد جاء ثاني مرات نعم. رابع نعم. وثالث نعم. 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 دائما الرمز دائما نعم. دا هذا متعود على الرموز نعم ولا نقلل في حق ملفت حق ينقال الثاني دائما اللي يدخل حيز الزعفران في شوط الرمز اعتبره فايز يوم من الايام ياخذ رمز لا محاله ناديم كلهم لا بن خيرات ولا بن قحير المهيري على هذا الانجاز ابو محمد السنة هني في ميدان الشحانية من ثلاث رموز انتاج رمزين للجعدان ساره سلاله نجد يعني رمز المؤسس ورمز اليوم اللي هو المشير يعتبر الحقائق مس... الحقائق نعم نعم سلاله نجد دائما سلاله طيبه وسلاله ثابته سلاله نجد في... سلاله مجد في كل في كل حتى سلاله نجد سلاله مجد في كل الفئات العمريه تتواجد نعم اذا مشاهدينا الكرام هكذا اذا ينجح المشير في انتزاع هذا الخنجر الفضي بقياده شعار بن خيرات الذي تحدث ايضا لقناه الريان الفضائيه من خلال الزميل محمد بن بريك المري وايضا سنشاهد لحظات تتويجه بهذا الرمز الكبير الغالي بالنسبه لبن خيرات وبالنسبه لكل من شارك في هذا التحدي نتابع هذه المقابله وايضا نتعرف على نتائج الفتره الصباحيه الخاصه باشواط الانتاج وايضا بالاشواط النقديه الاخرى المفتوحه بالنسبه للراغبين للمشاركه من مواطنين دول مجلس التعاون سالم بن سهيل بن خيرات بن العامري الف مبروك فوز مشير واختطافه للخنجر الفضي للقعدان. الله يحق لك خير ويرحك يا ابو بريك ابو بريك ومشير الحمد لله الله وفقه ويمله وحنا من من شديناه وحنا نركض اشواط الرموز والحمد لله اليوم يا احنا. نعم وش سلاله مشير؟ سلاله مشير بعيد الشيخ معيد بن محمد بن راشد أم بنت مشكور. والحمد لله على التوفيق الطيب يا اخي. شوط رئيسي رمز للمنتجين كيف شفت الشوط اليوم؟ الشوط قوي والمنتجين مهتمين في هذا الشواط وطول عمار الشيوخ ما قصروا وحطوا لهم اشواط رموز على اساس الواحد يوصل اللي ما يقدر يشتري واللي عنده انتاج طيب له اشواط خاصه وبيض الله وجه الحكام والشيوخ اللي حطوا الشاره وما قصروا كفو الليله بعد عندك اللي أخذت خذيت اخر شوط في اللقايه الله يحق لك خير الحمد لله توفيق من الله الحمد لله قبله طيبه الحمد لله توفيق من الله كيف شفت المهرجان والمنافسه فيه بشكل عام؟ والله المهرجان شهادته فيها مجروحة يعني المهرجان من أقوى المهرجانات في دول مجلس التعاون وبيض الله وجوه اللجنة والشيوخ اللي اللي حطوا الطيبة والجوائز القيمة واللجنة المنظمة اللي مشرفة على الميدان بيض الله وجوههم وبيض الله وجوهكم قناة ريان على هالتغطية الطيبة ومشكورين على هالمقابلة جزاك الله خير. شكرا وشكرا جزيلا. مشكور مشكور يا أبو بريك. أذن تهانينا والناموس لكل الفائزين في أشواطنا اليوم اللي خصصت لسن الحقايق في الفترة الصباحية، يعني نستعرض جزء من التغريدات قبل ما نروح للفاصل، راعي العسرة يسلم عليكم ويمسيكم بالخير ويشكر كل القائمين على المهرجان والناموس للفائزين وأمسي على الشباب في عزبة البطين. سعيد بن سليم الوهيبي يسلم عليكم وينومس للاعصار الغربي على فوز مغذي بالخنجر وتهنئه موصوله للمضمر الكبير حمود بن محمد الوهيبي يستاهلون يا سعيد وسالم بن حميد الكيبالي يمسي عليكم وينومس لجميع الفائزين احمد بن حمد الرشيدي ايضا يمسي عليكم بالخير سعيد الوهيبي قرينا التغريده علي بن طفله ايضا يقول تميز انتاج ام الزبار في حصوله على رمز وسيارات في هذا اليوم عسيله صاحبه الرمز بنت راهي راهي, راهي. الكايد قعود الدعبه على بصير. ولد بصير. على الصير والسيليه بكره محمد مصرح. بن علي بشارب على سرام عنيد يقول اخوي سعد مساء الخير عندي سؤال ليش توقيت اشواط الرموز اثقل من الاشواط الباقيه، الرجاء الشفافيه في الطرح والنقاش بدون ما تترجعنا ان شاء الله بتلقى عندنا الشفافيه ان شاء الله في هذا الموضوع. فارس الفارسي يقول مرحبا في كواكب ميادين سباقات الخليج الزاهره من طول الغيبات جاب الخيرات لكم وحشه وايضا نقول لك يا مرحبا بك يا فارس وان شاء الله انك تتابعنا وتلقى ما يرضيك ويرضي المشاهدين محمد الصيفي يقول مساء الخير ومشكورين على التنظيم الاكثر من رائع مطلوب رابط لقناه الريال لمتابعه الركض ضروري ان شاء الله فريق الاعداد ان شاء الله بيتواصل وياك وان شاء الله راح نحطه بعد على الشاشه ان شاء الله مهنا الجحاف يقول لي عليها الظن ما خاب احتماله خص يوم الركض واشواطه الثقيله كان فيها يوم جر الشوط حاله حاله الشجعان في يوم الوهيلة <تصفيق> <تصفيق> صح الله لسانك يا مهنا سؤال اخونا اللي ارسل لنا عنيد يقول سؤال ليش توقيت اشواط الرموز اثقل من الاشواط الباقيه سؤال مفتوح للجميع والله اليوم احنا شفنا الركض ابو محمد من ناحيه التوقيت اول شيء اليوم اشواط الرموز العدد فيهم قليل يمكن 11 12 فما في حد بيحرك مطيتها من بعيد بالذات نحن شفنا قعود محمد زايد ضربه في ال 400 وطار يعني الكل شاف نهايه اللي هم غذي صاحب الرمز فالحلال كل يقايس على ربيعه او يسير في الشوط مستوى المراقبه وشفنا كل التحريكات الا من 500 وياي اما لو انجبروا يحركون من كيلو و100 او كيلو 200 الشوط مزحوم مرات الظرف يخليك يجبرك انك تحرك الشوط من بعيد فاذا تحرك الشوط من بعيد ممكن انه يحضر التيم أه. اذا مشاهدينا الكرام نروح معكم الى فاصل يمكن قبل ما نروح الفاصل يمكن عنيد يقصد ان الفحص المسبق أي نعم. لكن هاو. دائما خلونا ناخذ الامور بايجابيه اكثر ان شاء الله ان الفحص موجود سواء كان مسبق ولا بعد الرياضه هذه باذن الله تعالى بتعاون ملاك الهجن وايضا بالقوانين التي تضعها لجان المنظمه لسباقات الهجن ان شاء الله نقول ما لنا الا الدعاء وايضا نشد على ايدي القائمين على هذه الرياضه بان تكون هذه الرياضه من انزه الرياضات لانها رياضه اليوم كنت اتكلم انا واحد الاخوان اللي اعتز باخوتهم اخوي الكبير سهيل بن بوته العامري ونتكلم عن فوائد هذه الرياضه الاباء كيف يربون ابنائهم تربيه حسنه تربيه طيبه في هذا المجتمع الطيب اللي يضم من خيره الرجال ونجتمع دائما على خير وعلى محبه، فاصل وراجعين لكم لنلتقي معكم ان شاء الله على خير ومحبه والترددات اللي طلبها معانا قبل شوي على التغريده بنشوفها ان شاء الله في الفاصل ترددات قناه الريان.

إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم ومسهلا رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنسلط الضوء الآن ونعطي المجال للحديث عن الشوط الرئيسي الذي كان في بداية الفترة المسائية مع سن اللقاية الإنتاج حضرة الضبية التي قامت من البداية لتكون مقاومة قاومت كل ضغط الهجن كان عليها هجوم ولكنها قاومت هذا الهجوم بهجوم مضاد نجح من خلاله مالك الضبية حمد بن عبيد بن حلوس القيعالي العامري من انتزاع الشلفة الفضية في هذا الشوط الرئيسي سعيد بن خالد الشهواني شفنا الضبية قاومت من البداية كانت هزر معها ضغط عليها ولكنها استطاعت أن تصل إلى بر الأمان في البدايه نحب نهني مالك ضبيه حمد بن عبيد بن حلوس العامري على انتزاع ضبيه لهذا الشوط شوط رمز الانتاج لسن اللقايه شفنا ضبيه من بدايه انطلاقه الشوط قامت المقدمه ونشوفها الحين من الجهه اليمنى اللي تحمل الرقم 13 من بدايه الشوط وهي في المقدمه ولا تجد اي مضايقه لما اللي هزر لابن حبوه الا ان كان عندها مخزونها افضل وكان اداها افضل وعند اصدار الاوامر لها استطاعت ان تزع هذا الشوط وتهدي السلامات لمالكها ول لمالكها وتنقل السلامات والرمز الى دوله الامارات العربيه المتحده ونهنيهم على هذا الناموس ونقول ان شاء الله ناموس دايم لذلك نشوف بكره بن حبوه اللي هي هزر قدمت يعني عرض صراحه مميز وثاني على الرمز يعني لا تستبعد يوم من الايام انها تاخذ الرمز ونهنيهم هذا على هذا الانتاج وعلى هذا الناموس نعم ياد. شكلها بعد طيب وخال شكلها طيب وتنحدر من سلاله طيبه ابوها جبار, جبار, جبار الجبهوني جبار الرعي جبار بن بلحن... حل جبار بن فلوس امها وابوها عند نفس المالك نعم امها وابوها عنده جبار ولد السعد عين السعير قضى البيت ابوها جبار ولد وهي إنتاج شخصي من الاب والام انتاج شخصي 100% 100% نعم 100% هذا اللي يطالبون به انه يكون له ركض انتاج شخصي مثل ما تفضل اخواني قبل شوي نعم ونهنيهم الناموس ونهني على هذا الانتاج الطيب ونقول له حافظ على امهم وعلى ابوها كذلك نعم ركضها ابو مبارك عزم وحزم ايضا عزم وحزم واصرار نعم فوز وانتصار وفوز وانتصار على نهني مالك نهني مالك يستاهل مالك ضبيه حمد بن عبيد بن على انتزاعها الرمز اللقاية في مساء هذا اليوم في ميدان الشحانيه البكره هذه ما شاء الله عليها شفناها من البدايه حتى النهايه وهي منطلقه تعرضت لمضايقه او منافسه من قبل هزر بكره من حبوه الا انها عند اصدار التعليمات عليها عادت من جديد فسلالة جبار دائما سلالة هملول متميزة دائما من النوعيات اللي تصمر وتجيك طعمك لون وعون شكل وأداء فيستاهلون طعمك مثل ما قالوا الأخوان هي إنتاج مالكها أب وأم فسلالة جبار دائما موجودة ونحب نمسي على أخونا سعد بن جابر الشاعر سعد بن جابر المرسان نعم صاحب الأبيات المميزة هو دائما مع سلالة جبار نحن نعم. في أحد الجروبات دائما هو يمتلك من زمول من سلال جبار ويقول عليكم جبار فنقول له اليوم شوف بنات جبار اليوم اثبتن وجودهن يا ابو جابر والله يهني مالك ان شاء الله ويهني جميع من فاز في هذا المساء نعم الضبيه في هذا الشوط يمكن كان سيناريوها مقارب نوعا ما الى السيناريو اللي شفناه مع سيله فهد عبيد عفوا بالفعل شفنا الضبيه شكل واداء وسلاله بالفعل محمد في البدايه هنا نومس المالك الضبيه بن حلوس العامري عن تزاع الضبيه للشوط الاول في سن اللقايا الضبيه قامت راس تقريبا من الكيلومتر الاخير استلمت المقدمه الميزه الضبيه اللي اللي خلص الشوط يروح في صالحها انها حطت فارق بينها وبين بقيه المشاركين ولكن البكر اللي جات ثانيه عليها هزر انا اتوقع انها من اقوى الابكار اللي شفناها في هذا المساف الشوط هذا لا من اداء لا من حتى قوتها ما شاء الله الناقه سمين عاد عادها بخير فهزر انا اتوقع لها مستقبل باهر خصوصا في المهرجانات الجايه سواء مهرجان دبي او مهرجان الوثبه ولكن اللي هي ضبيه كان عندها اصرار على الشوط حتى يوم عند صار الاوامر في الامتار الاخيره وراعيها فعلا عرف يسايرها نهنيه الناموس ونهنيه مسايره لها لانه يعرف طاقه ناقته ووزع طاقه الناقه على مسار الشوط من البدايه للنهايه. في المطيه دائما اذا حطت فارق حتى المطايه اللي معها سبق المطيه اللي في المركز الثاني تدبل يعني الجهد على اساس اللحاق بالمركز الاول صحيح. لأنها انها تخلص المسافه نعم. لو شفت هزر قلصت المسافه من كم لين وصلت عندها لكن وصلت عندها شبعانه الناقه والناقه هذه باقي عندها مخزون اللي هي الضبيه فنهنيهم الناموس ونعتبرهم اعتبرهم كلهم فايزين لا بنحبه ولا ولا بنحلوس. نعم وكل سهل. فايز في هذا نعم. المهرجان لكن نشوف معاكم مشاهدينا الكرام هذا اللقاء مع اخو حمد عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري اللي قدم لنا الضبيه في هذا الشوط ماذا قال عبد الله وايضا لحظات تتويجه بالشلفة الفضيه من رئيس اللجنه المنظمه لسباقات الهجن سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري الف مبروك وتستاهل الفوز والناموس تستاهل الخير من الله يا برك. نعم وش سلاله الضبيه الضبيه ابوها الجبار ولد جبار المختبر بعيد عند عبيد بالحلوس حلوس وامها بنت خديدات نعم شوط قوي اليوم شوط اعصاب شوط رمز كيف شفت الشوط وكيف كانت اعصابك في مسار الشوط والله الشوط قوي اعصابي اكيد يعني اعصابي مشدوده شوط رئيسي شوط قوي الحمد لله على التوفيق الطيب وش انجازاتها الضبيه قبل الشوط اليوم؟ ضبيه جايه ثانيه على السياره في مهرجان الحصن وعندها سبق العام في امير البلاد المفدى محقوس عندها سبق في ابو ظبي عندها سبق في في العين عندها سبق كثير. عبد الله كيف مسار الضبيه من إطلاق الشوط حتى خط النهايه؟ والله الضبيه من دبر الشوط وهي الاول حتى نهايه الشوط. يعني قامت اليوم راس وانهت راس؟ نعم. قامت راس وانها تراس الضبيه في المقدمه ما شكل عليك ضغط شوي انها ممكن تدفع البكره ممكن تعجز ممكن حد يلحقها اكيد اكيد الطريقه الطريقه هاي طريقه صعبه في الركض صحيح والناس وملا والمضمرين وملاك الهجن ينزعجون من هالطريقه والحمد لله على التوفيق الطيب انت تفضل المطيلة تقوم راس وتنهي راس وتفوز باريحيه ولا تفضل الفوز بعد نقول الصراع والنزاع انا افضل الفوز سواء باريحيه وبصعوبه الفوز لكن ايش اللي احلى عندك كله حلو الفوز الف مبروك الفوز وجعلنا مسنداي، دائما جزيل وشكرا جزيلا لك وموفق خير ان شاء الله الله يبارك لك طول عمرك مشكور مشكورين إذا تهانينا لابن حلوس على هذا الفوز الشوط الرئيسي الثاني الخاص باللقاية القعدان الإنتاج غذى فيهم مغذي هذا الشوط بطاقة كبيرة جداً قاوم الجاذبيه كما يقول أبو صقر وقاوم ايضا انعدام الاكسجين فقدم اداء استثنائي نهن مالك مغذي عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والتهنئه ايضا للمضمر حمود بن محمد بن سالم الوهيبي عند انعدام الجاذبيه انتقل الجاذبيه وانعدام الاكسجين جانا مغذي أبو صقر وقدم اداء كبير جدا يحسب له ويحسب للمنصوري اللي اسس قاعده ايضا من زمول من آه هجن مشتراه بالملايين وبمئات الالوف فاليوم نشوف هذه آه نتائج مرحله جني الثمار. في البدايه النومس العامر بن محمد بن زايد المنصوري على سبق مغذي وحصوله على الخنجر الانتاج بالنسبه للقايا آه والثاني موصول لمحمد بن زايد المنصوري مثل ما تفضلت ابو محمد دائما هذه سواء يصير فائض عنده او تفوق في الانتاج، تفوق على مستوى الركض، وايضا قاعده من الزمول المنتجه اللي موجوده عنده يمتلكها والناس يستفيدون من وراها. هذه نتيجه المشاري، الكم من المشاري، فاصبحت هذه الانجازات بشكل تلقائي يكون وجوده فعلى مستوى الانتاج، وجوده على مستوى الركض، المشترى المستمر يعني يمكن محمد بن زايد المنصوري يعني ساحه اللجنه الخليجيه يمكن من النجوم اللي صراحه يعني عمل نقله كبيره جدا خلال مسيرته وجوده في صبغات اللجنه ولا زال مستمر نعم الاعصار الغربي الاعصار الغربي نعم الشعار لا تغيب عن الشمس متواجد في كل شيء ولكن الان من ناحيه الانتاج من ناحيه تاسيس القاعده اليوم افضل بوش الانتاج عنده موجودات اروع سيوف موجودات في الانتاج زمول اصحاب رموز ومسلاله طيبه وعريقه ومنتجات موجودات يستفيد منه منها الناس الثانيين نشوف هذا الشوط يعني يمكن المغذي في الشوط شوف الان يمكن الخامس او الرابع ولكنك مراقب انت تراقب الوضع ما دام انه ما فيه مساحه بعيده وما فيه يعني شيء من القعدان اللي موجود اخذ مساحه بعيده الوضع امن بالنسبه للموضوع نعم. وهذا يؤثر على التوقيت ابو محمد نعم. امانه هذاك صايب اللي في الاول سلطان علي المركز الثاني الفيل عن شعار بي نعم شعار برج نعم لكن بقول لك شيء يعني حمد الغفلي ذكر موضوع التحفظ في الشوط احيانا يعني انت الشوط لما يكون مغلب بالتحفظ ياثر على التوقيت هذاك شلال يعني بن او شلال نعم. ايضا بزعيد. موجود في صلب المنافسه لكن انت تكون خامس رابع خامس وفي لحظه الاوامر تكون عندك هذه الامكانيات هني يعني كلهم ماخذين يعني نفس المسار ما في اندفاع وضغط هم كلهم في المقدمه وبشكل تلقائي الاوامر المباشره يعني اتت لكل جاعدين في في لحظه واحده كلهم كانوا متحفظين حتى صايف يعود اليابوني كان نعم يقود الصداره نعم فكان في اللحظه اللي اصدرت فيها الاوامر نعم. وانطلقت يعني شراره المنافسه كان استعراض للقوى امكانيات مغذي هي كانت الفيصل وفك الاشتباك التنافسي ما بين القاعدين الثلاثه <applause> فامكانيات هنا هي اللي فصلت الوضع السؤال اللي سالته يعني سالب بالاسود بالنسبه للموضوع

قايل في الأبكار وفي الجعدان يعني هذا شيء هذا شيء شيء يحسب يعني اللي يتكلم عنه ابو سلطان لا انعكس وكانوا هذول اصحاب الانتاج بعدين يشارك في الانتاج اللي هو 100% والانتاج اللي هو 50% <applause> <هو 100> <applause> <applause> <لا> واللي <applause> الحمد لله كلها تكون طيبه في في موضوع بنتكلم فيه دائما احنا نتكلم في الانتاج وقد تكلمنا فيه في فتره ماضيه وتناقشت انا ويا مجموعه من الخبراء في هذا المجال لكن بفتح الموضوع هذا بعد ما نشوف هذه المقابله اللي اجراها الزميل محمد بن بريك المري مع احد الشباب المضمرين صراحه المبدعين الراقين في حضورهم في تضميرهم حمود بن محمد بن سالم الوهيبي ليشكل ايضا ما شاء الله للاخوه الوهيبي مربعا مميزا هذا المربع اضلاعه سلطان ومحمود وحمد وحمود فنقول ما شاء الله تبارك الرحمن هؤلاء الشباب المضمرين المبدعين صراحة والمنجزين نشوف ايش قال حمود بعد فوز مغذي وانتزاعه للخنجر الفضي حمود بن محمد الوهيبي ألف مبروك فوز مغذي واختطافه لشوط اللي قايل القعدان الخنجر الفضي تستاهل ناموس الله يبارك فيك أبو بريك السال خير من الله نعم حمود وش سلالة مغذي؟ ابو بريك سلالته ابوها من انتاج محمد بن زايد منصوري من اتجاه اللب واللم ابوه مياس محمد بن زايد منصوري وامها موجودة نوب عنده كيف شفت الشوط الليله واستعدادكم والله الشوط الحمد لله كان فيها عدد خفيف لكن فيه خيرة اللقاية اللي موجودات عند اللي موجودات في شواط الانتاج فصار الشوط يعني مريح الحمد لله ما في دفع لاك الزود ويدلل التيم فالحمد لله الله يمنا فيه الحمد لله وكم مشاركة أو وش مشاركاتك قبل الشوط هذا؟ القعود يا طويل العمر جاي ثاني وصيفة رمز لميل الوالد في الانتاج في الانتاج واشتركنا به في الكويت وخذ سيارة بكل ريحية والحمد لله اليوم رشحناه و... والله يمله مبروك الفوز وجعلنا موسى دايم يا حمود وشكرا جزيلا لك طول عمرك مشكور يا أبو مرحبا بكم مشاهدين الكرام بالموضوع اللي بنتكلم فيه بنأجله لين بعد الفاصل ولكن نأخذ التغريدات محمد المري يقول أمسي عليكم بالخير وأقول إن شاء الله الرمز بكرة ما بين مصدر وسمحة مع رجل المفاجآت بالنصرة راعي العوايد كينج الحقائق مهنا الحمد الجحافي يقول عدينا على روح البداوي يقول نومس العطية على الفوز والناموس فقط المشاركة في مهرجان مثل هذا المهرجان بين أخوانك من دول الخليج أخوكم ناصر الكعبي ونعم يا ناصر أيضا سلمان بن عثمان يقول مساءكم سعيد يا أخوان شمة عندي سؤال اللي عندك من الخبراء ليش في فرق في الأتيام في ميدان الوثبة والشحانية ترى تختلف الأرضية تختلف, تختلف, تختلف الأرضية تختلف, تختلف بعدين ميدان الوثبة يمكن الكيلو والنص الاخير تكون سيده اي نعم واذا قد دوره سيده هنا يكون التوقيت افضل من التوقيت اذا قد الدوره من حنيه الأرضية الحنيه الارضيه 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 أكيد. أكيد. طبعا احنا نتكلم على موضوع التوقيت التوقيت اولا في اقول ميادين سباقات الهجن يمكن في رياضه الخيل وسباقات الخيل هناك ارضيه معينه بمقياس يكون هذا المقياس ثابت في كل الميادين ولكن في ميادين سباقات الهجن حتى الان آه هذا الامر غير موجود فشوف في ميدان ارضيته تكون ارضيه صلبه وبعض الميادين تكون الارضيه فيها ارضيه لينه شوي عبد الله هذا طال عمرك آه راحي بعير آه ابو بكر ابو, هاي. أبو, أبو, سيلة. أبو سيلة مرسلها لنا علي بن طفله هذا البعير شكله ممتاز ما شاء الله تبارك الله ما ادري عاد الصوره مو واضعه يعذرنا اخوي علي بن طفله علي اذا الصور هذه تبعثها لنا على الانستغرام بيكون احسن عشان الشباب هناك يحطونها في ال جراوند في الخلفيه موجود في موقع الابرقاص خالد الجهني يسلم عليكم ويقول امسيكم بالخير جميع وبالتحديد بن حضيرم وعبيد وبن جرحب واتمنى لكم التوفيق وللملاك الناموس ان شاء الله. صالح الكربي يقول ابارك لعلي بن عبد الله العطيه على فوز عسيله بشلفه بالشلفه والناموس شحاني في حاله يقول السلام عليكم وهنيكم على نجاح المهرجان وسلام خاص لابن حضيرم ونقول له ناموس فوز الضبي وهل بتركضها يا ابن حضيرم؟ ان شاء الله. في مهرجان نعم. سمو الامير؟ بارك التوفيق. شاء الله نعم. ان شاء الله باتي ان شاء الله. بارك التوفيق. محمود الفتوح يقول او الفاتوح مكتوب الفتوح يقول بدايه قويه لهجن الامارات واتمنى التوفيق لجميع المشتركين وايضا جروبات هجن المملكه يشكرون اللجنه المنظمه بميدان الشحانيه ومشكورين على هذا البرنامج وتحياتي لكم المعلق راكان بن سلمان الجهني وحنا ايضا نحييك يا راكان ونقول نتمنى لك التوفيق ان شاء الله بما انك زميل لنا في التعليق نروح معاكم الى فاصل ونرجع من بعده لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الرئيس مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد لنواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم الرئيس، الموضوع اللي كنا نتكلم فيه وقد تكلمنا فيه في حلقات سابقة على موضوع الإنتاج، بما أن اليوم هو يوم مخصص للبرودكشن أو للإنتاج، في موضوع تكلمنا عنه في السابق وهو بالنسبة المئوية، كم نعطي البعير وكم نعطي الناقة بالنسبة المئوية، مثلاً في ناس تقول لك البعير يمكن 70% والناقة 30%، ناس يقول لك لا الناقة 70% والبعير 30% فهذا الموضوع بنطرحه في دقائق على الخبراء الموجودين معنا في الحلقة لأن في مجموعة من الناس يقول لك البعير نعطيه أكبر ولكن أنا يا سعد مكلمكم في ناس واجد من اللي قابلتهم قالوا لا الناقة نسبتها أكثر أكبر. من الغراب نعم أنا معدمر أرم... نسبة الناقه وحسب اللي حصلناه بعد من اللي قابلنا ومن اللي خبر اللي عندهم خبره انهم قالوا ان نسبه الناقه اكثر عن نسبه البعير في الانتاج بالنسبه للانتاج. نعم نعم كم في المية تاخذ الناقه والبعير بو سلطان؟ حسب الخبر اللي سمعناه انها 70% تاخذ الناقه. والبعير 30% هذا اللي سمعناها يعني وتقريبا شفناها بعد انها لها وجود ان أه. الناقه المنتج وبعد ترى الناقه المنتج هاي تنتج من الزمول كلها. صحيح. بعض البوش تنتج من كل بعيد هاي تسمى ناقه منتجه نعم. يعني انتاجها طيب وبذرها طيب حتى نحن قالوا لنا اصحاب الخبره واصحاب الخيول بعد قالوا البطن يعني نسبتها اكثر زين الحين ابو سلطان انتم قلتوا اصحاب الخيول ترى فيه مصطلح لغوي شائع وهو خاطئ الخيول ما في خيول في خيل الخيل الخيل الخيل, الخيل. الخيل. <applause> إيه. لا احنا بس بنوضح ولا ايه حنا نعم. حنا ممكن نتعلم بس ما إيه. محمد إيه. حط لا تحط النقاط عليه لا لا اساس لا, لا واجبنا والله لا زين إيه. زين الامور طيبه الله سبحانه وتعالى مم. يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل مم. 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 لكن الكلام اللي عندنا الحين الحين المعترف اكثر نسميها الخيول ونسميها الخيل هو دارج شائع عند الناس لكن خاطئ ترى إيه عاد إحنا إيه إيه ما تبخلنا بعد الوايد إيه زين ابو الطيب آه المتنبي يقول الخيل والليل والبيداء تعلمون والسيف والرمح نعم. والقرطاس والقلم, والقلم والقلم زين ايش القلم نرجع موضوع محمد نعم ابو <تصفح> إيه 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 محمد الناقه كم والبعير كم نحن الحين قبل سمعنا ان البعير له دور وايد بس مع التجارب مع نحن التجارب واللي شفناه شفنا الناقه لها دور اكثر عن البعير نعم يعني قلت التجارب بعد بس تعرض أه عضلات لا يعني يقول التج... التج... التجربه مدرس قاسي إن... يعطي الاختبار ثم يشرح الدرس هذا هو الكلام <applause> <applause> محمد قبل قال دولك لك فحل هات لك فحل طيب وهده في البوش. نعم. كان عندك ناقه معذوره ما جابت سبوق منها، وناقك هاي المنتجه جابت سبوق. بس نعم نوخ ذلولك للبعير اليودي طالع كان تلقى في دناها زودي. زودي. هذا اول يقولون الناس. نعم. بس نحن يوم عشنا في الواقع وجربنا ابو مبارك شفنا شفنا طال عمرك الناقه المنتجه لها 60% والبعير لها 40%. يعني الناقه اكثر. الناقه اكثر. انا معك نعم. نحن جربنا وشفنا ابو محمد عندنا بوش. وعندنا عزبة إنتاج نعم. نوخن كل البعير واحد هاي المنتجة يا بس بوق وهذيك يا الغالي عادية عاد ما من عندنا بس زلحة. بس أنا <applause> أنا معك إن البعير طي عمرك عمر البل شيبان نبوا أن الله صحيح. يطول عمر الحي منهم ويرحم الميت آمين. ووالديكم والمسلمين أجمعين آمين. آمين. البعير طي عمرك عمر البل أنت طعمك تجيب لك بعير طيب وتفكه في بلك طيبة لا هي كلها في نفس المستوى لكن بناتهن بتحسن نسلهن أما بالنسبة لموضوع الإنتاج أنا طال عمرك من وجهة نظر شخصية الذلول الطيبة صحيح لكن مو بشرط ان الذلول الطيبة اللي تجيب لك بكرة سبوق انها تجيب لك بكرة سبوق حتى لو تردها على نفس البحر أكيد أكيد هذا أنا مش مقياس من خلال تجارب وشيء شفناه بعيوننا الحياة مدرسة تعلم ال ال الآن طال عمرك الكلام اللي الذلول الطيبة اللي تنتج سبوق حتى لو تنوخها على بعير وتجيب بنتها عادية ولا مستواها ضعيف في الركض بنتها هذه تنوخها على بعير طيب تنتج زين لكن انت كم تعطي البعير وكم تعطي الناقه فهد؟ والله طال عمرك يعني انا اقول لك ان الناقه هي تعتبر الاساس ومن خلال التجارب العلميه البحته وجد ان الناقه تحتوي على 70% وان الفحل 30% في في الانتاج، هذا شيء سمعناه من ناس عندهم معرفه واجروا ابحاث علميه في هذا المجال من خلال التجارب اللي عملت ولكن طال عمرك انا اقول الانتاج السبوق دانه مثل الغيث يوم يحول في البحر صحيح. يطلع ما الدانه هذا ما نختلف فيها هذه طعمة مف... والناقه طالع تضربها على البعير ويجيب ما... لك سبوق ويردونها على وترد على البعير ما تجيب سبوق وترد على البعير ركاب غيره تجيب لك سبوق واحده لكن انا تعطي... انا اعرف يوم ناقة عند رجال <applause> في خاطرك نوخ طال عمرك كذا اربع تركاب طيبه كلها سبك بناتها عاديات نوخها على بعير خامس بعير وسط سمح من الناقه تصرف فيها بنتها يوم ادبها عينها بحر هي اصلا عن الزمول اللي نوخها لهم قبل. زين حرقها لا صبر زين علي. شو تقول سالم؟ والله اقول ناقه 60 ناقه 60 40 أه. <applause> حمد والله انا اقول حسب اللي الجين المتوارث من البعير ومن الناقه. أه. مرات انت تمرح ناقه متوسطه تجيب سبوق. البعير قوي والحاشي اللي ينولد ماخذ من جينات ابوه اكثر من امه فيك في سبوق. ومرات العكس أه. صحيح انا اقول حسب الجين المتوارث من احد الطرفين يعني ما تقدر ونحن جربناها، عندك ناقة مثلا منتجة مر حتى البعير أربع مرات نفس البعير. فإذا مستوى الناقة متوسط والبعير مستوى طيب، إذا هي ها الحاشي على مستوى البعير. حمد، هذه مرحلة متقدمة, متقدمة في الإنتاج، معاك حق برجع لك لا 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 على لا مسوي لا لا صحيح. ده ده حمد أنا بقول لك في في ناس الحين، لكن أنت حمد ما تبي تعطي نتيجة، برجع لك على النقطة بس أنت لا أنا ما أقدر، أنا أقول حسب الجيل المتوارث. بقول لك عقب. نقطة حمل بوضحها احنا والله اذا بغينا نحسبها نسبه وتناسب بين بين نعم. البعير والناقه بنعطي الناقه اكثر مم. لان البعير في السنه كم ينوخ له من ناقه؟ مئات مئات المئات وكم يطلع بالسبق؟ حتى لو انه اشهر بعير في الخليج ينوخ له 300 ناقه اذا جاء الحول طلع له ثلاث ابكار اربع ابكار لكن وين الباقية؟ ثلاث ابكار اربع ابكار هاي ترجع لأمهات انا اعطي نسبه الناقه اكبر نسبه الناقه أكبر كم في المئه؟ اعطيها 70% 70% و30% للبعير ابو والله يا ابو محمد نحن نتكلم شوف بن حباب تكلم عن نقضة عن الشبان الاوليين وعن الفحال وعن زايد الله يرحمه قال لك طيب الله ثراه آمين. البعيد ينتق على اخواته من امه عرفت كيف ردها على البطن مثل ما تكلم سهيل بن غراب آه البعير نشوف في العصر الحالي الموجود عشان نتكلم عن المعاصر اللي موجودين فيه ماركه تسويق وانا اتكلم وانا في موقع يعني مثلا في مركز الجزيره بعد البيطريه لما يجون عملاء معهم بوش منتجه وبوش معروفه على المستوى سواء يزرعون نقله جنة او حتى يعالجون هذا البوش اساسا يدخلون برنامج علاجي وبعد ذلك يتم عندي بيكون زمول كلها نصايل في منها يعني من سلاله موجوده لها نتائج ممتازه عرفت كيف؟ مستسلم ولكنها بعد انت مغموره وما زال انتاجها ما وصل لساحات السباق. وفي زمول معروف هو انتاج معروف تحصل لهم دائما ما يعتمد على ناقة بشكل مباشر يبي ايضا ماركه التسويق, التسويق تكون موجوده لاحظنا ايضا مثل ما تكلم حمد الزمول اللي مثلا انتاجها ظاهر او معروفه بالانتاج تحصل عليها اكبر عدد ممكن من نسبه المراح فمن الكم هذا تطلع اسماء مثلا معدوده بعض الزمول يمكن ما حصلت بوش على مستوى لين ما انها تنتج ويظهر انتاجها فالموضوع هني انا اشوفه متوازي حتى لو اني اعطي الام اكبر نسبه من ناحيه الجينات الانتاج ومن ناحيه الانتاج اعطي اعطي الام ولكن في الوقت الراهن دور البعيد نفس الشيء كلها الزمول يعني مأصل وكلها عندها تراكم سبق وانجازات سواء من امه او سواء من ابوه فالوقت الراهن اللي احنا الان الزمول اللي موجوده في الظلاب في حول الانتاج سواء في المختبرات او سواء حتى على مستوى الملاك الشعبيين زمول يا امه صاحبة سيوف أبوه صاحب إنجازات هو منجز في مدينة السباق أو حتى منجز بس أنت أعطيت الناقة أبو أعطي أعطي الناقة نعم أبو علي إيش تعطي أنت الناقة أكثر ولا البعير؟ أنا أعطي الناقة أكثر لعدة أسباب من واقع تجربة شفناها في مجال آه. مسيرتنا الإنتاجية الناقة طال عمرك أهم شيء الناقة الناقة أنا أعطيها 70 يمكن 75 حتى أعطيها في المية البعير بعض الركاب طال عمرك تنظلم بحيث أنه إذا كان عندك بعير سبوق وتضرب بها ساعد ناقها وناقتين وباقي هي توديها حق مثلا الكاب المسمية أنت كذا ظلمت بعيرك ما هديته في بلك كلها فصار وعقبة حكم عليه تقول الله البعير ما أنتج صح. هذه طبعا يعني نظرية خاطئة وظلمت ف... البعير وأنا ظلمت البعير طبعا هضمت حق البعير لكن البعير إذا فكيته مثلا في أربعين ذلول أو ثلاثين ذلول وما أنتج أنا أعتبره خلاص ما راح ينتج وخصوصا البل منتجة نظرية أخرى ما هو بشرط أي ناقة سبوق تسبق وتاخذ رموز تنتج وهذه شفناها من واقع تجربه هجن معروفه في رصيدها رموز انتجوها لا ما جابت ولا مطيه سوق وهجن يعني تجي رابع السياره وخامس السياره وتسبق اشواط نقديه وينتجونها لا وتنتج مطايع عبر هذه كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى وارزاق لكن انا اقول لك السلاله ارجع للسلاله ارجع لسلاله الناقه شوفوها وشمها وش جدها وش عدها عرفت كذا كانت الناقه بيتها بيت اصل تنتج حتى لو ما انتجت البطن الاول البطن الثاني البطن الثالث وحتى لو هي ما انتجت بناتها تنتج صحيح اصيل نعم لانها اصيل الاصل يرجع على كل شيء يعني اهم شيء الاصل نعم فالناقه انا اعتبرها اعطيها 70 75% والبعير ما تبقى من نسبه ابو خالد ابو خالد طال عمرك انا اقول لك الناقه لها دور كبير واعتبرها هي يعني الاكثر يعني اذا الناقه وعينت لك بعير اصيل والناقه منتج باذن الله انها تنتج يعني اروح مع الناقه اعطيها تقريبا من 70 ل 75% بعد الناقه على البعير الناقه على البعير نعم. نعم زين حمد تكلم قبل شوي وهو الوحيد اللي ما اعطى نسبه لكن حمد تكلم في مرحله متقدمه احنا نشوف بان هل الهجن المهتمين بمساله الانتاج عندهم مراحل في وجهه نظري المرحله الاولى انه يبحث عن البعير الطيب وين ما كان هذا البعير سواء في قطر، في الامارات، في عند الاخوان في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، في سلطنه عمان، في الكويت، في البحرين، المهم انه يبحث عن البعير، لكن المتقدمين اصحاب الخبره يقول لك دم مطيتي، دم شاهيني وفيها من جدتها مثلا دم الجبار انا بوديها للسلاله الفلانيه. فحمد هذه مرحله متقدمه جدا يمكن الناس يعني لا لا الخبره اللي يعرفون هالاشياء في فيها فيها الشيء بس اللي انا اقصده ابو محمد في نقطه ثانيه انت تمرح الناقه لبعير صح وهيك الحاشي من وين خذ الصفات اكثر هل من امه ولا هل من ابوه أه. لأنك انك الناقه ممكن انك تردها اربع مرات او خمس مرات ممكن انك ترد نفس الناقه على البعير اربع مرات او خمس مرات فاذا خذت الحاشي خذ الصفه الاكثر من اللبو واللبو طيب اطيب من الناقه بيك سبوق وشين حنا لاحظناه يعني وشفناه في العديد من الحالات حسب الجين المتوارث للحاشيه هل خذ من ابوه اكثر ولا خذ من امه اكثر حتى مرات تكون ناقه متوسطه وخذ من البعير اكثر يكسبوك فانا اقول الجين هذا نحن ما نقدر نتكلم عن مرحله يعني شيء وهاي وها الدراسه <applause> سواها في الخيول ابو محمد في وين؟ في الخيول <applause> <applause> في جامعه دوبلن في ايرلندا سووا بحث في في الخيول في الحي... في الخير في في الخيل هذا يلا تبكي خلنا نمشي نوصل نوصل الفكره فياخذ لك من دم من دم مثلا الحصان ويقول لك هذا يناسب مثلا مسافات قصيره، هذا المسافات متوسطه، هذا مثلا القدره. صح. فيعني يشوف لك الجينات جينات الحصان، كيف تعرفهم على هالشيء؟ خذ لك عينات مثلا كثيره بالالاف، الاف العينات. فقال لك مثلا اذا بنقول مثلا تي تي مثلا حرف التي انتقل من الأم واللبو في في جينا تي يكون حصيله المولود تي تي مثلا تي تي حق القدره مثلا تي سي حق المسافات والله زين اللي يسوونها في الهجم المتوسطه مثلا نعم. سي سي حق مسافات الفلات ريس ففي دراسه سنه 2005 انا قريت عنها في النت مو... موجود... موجود... موجود 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 ابو محمد في الخيل ما شاء الله وحتى في دكتوره اللي هي اسمها الدك ايميليان هيل هي اللي اجرت البحث هذا بالتعاون مع استراليا وبالتعاون ايضا مع اليابان ما شاء الله فالدراسه من خلال تاخذ عينه وترسلها عينه دم وترسلها تدفع رسوم وتعبي فورم معين ويقولون لك هو الاي ينتمي نعم ومجديه هذه يعني 70% يقول لك 30% تعتمد على عوامل بيئيه مثلا التدريب التغذيه غيرها أيه. بس يقولك يعني. في الغالب أيه. في الغالب ان ان تطلع لك تفصيل نعم. هذه ما لا ما اشتغلوا نعم ما اشتغلوا الدكتوره ايلينيا هذه نبي ندعوها هزير. ها زين ها وخليها تسوي ابحاث وتاخذ عينات بعيد الدراسه نعم. ابو محمد حتى برسل نعم. لك الموقع نعم وانا اشكرك حمد ليش لانك, مطلع على الامور هذه وصراحه لا. من الشباب وهذه اللي لا علميا انا ليش نعم. اقول لك ما اقدر اعطي الناقه اكثر؟ صح. الا انه مذكور حتى في الجينات ان حسب الجين المتوارث هل هو نعم. من طرف اللبو اكثر نعم. ولا من طرف الام؟ نعم. حتى في البوش بس بعد الانتاج بعد الانتاج يطلع شكله حتى لو ما عليك انت عندك ناقه ما عليه بقول لك الحين اذا ابوه منجز

ارزاق رب العالمين نعم. الله الله اللي يحطها في انا مرحبها. انا اذا انتاج طيب وعندي مطايا شيء منتج وشيء سابق وهجن يعني لها مستوى قامت مطيه عاديه من ضمن الانتاج هذه ناقه عاديه مضربها بعيد عادي قد حاشيها اطيب من الحشوان اللي انا تعبنا على امهاتنا وموديهن في المختبر وشيء موديهن بس في بس في, في نقطه انا عندي ناقه جربت لزمول طيبات يعني جربت البعيد الاولي ما انتجت آه. الثاني ما انتجت منها، الثالث ما انتجت منها، وكل الزمول طيبه. من رحت الراهية بتبكر بكره سبوق فلته. مم. يعني آه يا فرق وهي الناقه مركبه والناقه سبوق والناقه اصيل اصلها طيب. ف... في فرق يمكن نعم. يمكن ح... الهجن تختلف ولا إيه لال... تختلف, فاصل. تختلف عن الخيل، الخيل تنتج السبوق تنتج سبوق، لكن الهجن مو بشرط. والخيل شرط انها تنتج سبوق. هذا سمعناه علميا. ما السعر السعر ما ظنيت انا ما ظنيت لا ما ما اعتقد انا سمعت الكلام هذا من من ناس مختصين والله مجال يمكن خيال. والله يمكن في مجال أجل, اجل اجل ممكن. تريف فرس الشيخ جوعان بن حمد ان شاء الله انها تنتج ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. <تصفيق> 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 المناسبه احنا دام حمد موجود في ام الزبار ام الزبار اليوم قلنا احنا ثلاثة اشواط خمسة اشواط نعم الحمد لله نعم الحمد لله رب العالمين عندك اللي هو راهي عندك سراب عندك مشهور عندك الشقب وعندك صير. المصير صير نعم. خمس خمس نعم والخير ان شاء الله ما قبل ومن العديد اللي منها سبق واللي منها جاء ثاني نعم اللي ما عندنا عمل. لكن نقول ان شاء الله الله يوفقهم وجعل رب ان شاء الله يطول عمر الشيخ تميم امين وجعل ان شاء الله في ميزان حسناته الشقب انا قطقت مو من الليله من نعم. زمان نروح نعم. معاكم فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع من بعده ونسمع بن غراب لان طلب الكلمه ولكن يعذرني ابو السلطان عندنا فاصل اعلاني ونرجع من بعده نواصل الحلقه حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ابو سلطان انت حبيت انك تعلق على الموضوع اللي قبل اقول لك الحين عندنا بوش الشيوخ نعم. عندنا مصيحه ناقه زينه ومرحناها الشاهين يابت الواعي سبوك يابت الواعي سبوك يابت عقبهن بكر حب مصر بنت شاهين نفس الناقه تنتج كذلك الشاشبيه يابت مشهوره سبوك يابت مشهور عقبها سبوق. ما شاء الله. يابت بكر عقبها مصر نفس البعير. يعني ثالث ثالث نبض. يابت اثنتين سبك اي نعم من شاهين هاي اللي هي مصيحه نعم. واعي وواعيه. بعير رئيسي ما ماخذ تسع سيارات وواعي ماخذ مرتزات اثنين وكم سياره. يابت أخذت عقبها مصر بنت شاهي نعم ونفس الناقه شاسوية انا نفس البعير. وشاسوية, وشاسوية معروفه سبوق. ما, ما يحتاج. ها؟ انا نفس البيت هذه اللي هي مصيحه اللي يابت شاهين يابت واعي ويابت واعي. ويابت عقبهم ناقه من من شاهين بعد ما تسر ما تسر هاي بنات شاهين ومن مصيحه ناقه السبك. لكن يقول لك فهد على نفس البعير شاهين الشيبه شا على نفس البعير, البعير. ايه شاهين نعم. الشيبه نعم جابت الواعيه مصيحه وجابت واعي سبق ويابت, ويابت عقبهم ناقه شكلها فنان لكنها رك. ايه. ما ركض ما فيها انتجت ولا لا هذه الناقه الثالثه ما تدري لا لا انتاجها بعد هو ايه زين نعم. كذلك الشاسبيه معروفه ايه ناقه ايه السبوق ايه. الرئيسيه هاي كان ضمن المسري لعمدان بن راشد نعم جابت مشهوره السبوق خذت كاسين يابت مشهور عقبها بعد سبوق نفس بعير برهون بون خذت اربع سيارات يا رب العتيج بن سالم كلها جت بكر عقبها مو بزينه من نفس بعير برهوم مم. وهي الناقه الجاسمية فاقول لك يعني مو بحكم ما أن ما بعد كرش الغالي ما قصروا ما قصروا ما قصر وعلى سبيل المثال نفس الفحل نعم وعلى سبيل المثال الان اللي يقوم به مختبر سويحان في تلقيح ياخذون من ناقه ومن بعير يحطونها في اكثر من مطيه ناقله. صحيح. تطلع فيهن واحده نادره. وعشر عشر عشر هن عشر حشوان على نفس البعير ونفس الناقل ما بين بكر وبين قعود. سبحان الله. تطلع فيهن نادره واحده والباقيات ما يسرن. نعم. يمكن ما تطلع واحده بعد. لا اقول لك يعني اللي يطلع فيهن مثلا صحيح. تطلع واحده من عشر والباقيات نفس الجينات، الله ما التغذيه بس تختلف. لا الجي... الجينات من ناحيه الاب ولكن جي... من ناحيه الام يمكن تختلف. لأنها ليش للحاضر؟ الحاضر الح... الح... تخت... تختلف مثلاً نعم. من خلال أنا أقول لك أنا ممكن من خلال النقل اللي هي الحاضرة. الحاضرة. لا هي هي الحاضنه من نفس البعير ومن نفس الناقه لكن الحاضنه يمكن هذه البويضه او التغذيه, غير التغذية تكون مختلفه التغذيه مختلفه لا. ممكن عموما مشاهدينا الكرام بكره باذن الله تعالى عندنا اشواط مميزه <applause> لسن الحقائق اشواط جعل ربي يطول عمر سمو الامير <applause> ويحفظه <applause> 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 بهذا المهرجان الكبير اشواط كبيره واشواط كثيره ومتعدده نشوف برنامج بكره لمنافسات سن الحقائق الأشواط اللي هي غير خاصة بالإنتاج أشواط مفتوحة ولكنها عامة لمواطني الخليج تبدأ الانطلاق إن شاء الله في تمام الساعة السادسة صباحا التحضير في تمام الساعة الخامسة والنصف هذه الأشواط بدءا من الشوط الأول وتستمر منافسات الفترة الصباحية لغاية الشوط الخامس عشر بعد ذلك ننتقل للفترة المسائية الانطلاقة في تمام الساعة الواحدة ظهرا التحضير في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف المسافة أربعة كيلومترات الشوط الأول حقائق بكار شلفة فضية 300 ألف ريال للفائز بالمركز الأول الشوط الثاني حقائق قعدان خنجر فضي 200 ألف ريال قطري للفائز بالمركز الأول إلى جانب الرمز الأغلى بلا شك تستمر الأشواط لغاية الشوط العاشر وبعد ذلك أيضا تتواصل المسيرة لغاية الشوط العشرين القريصي يقول على هذه الأعلام ورفرفتها أعلام دول مجلس التعاون سلام يا دار الحشام سلام سلامنا فول بدايات الختام ونزيدها ناموس للمتنومسين وسلامنا لم الزبار سلام صحبه سلام, صحبه يدار سلام, سلام يا دار الحشام سلام سلامنا فوق بدايات الختام ونزيدها ناموس للمتنومسين وسلامنا لم الزبار سلام, مشكور الشاعر حمد بن علي شو تسميه قريصين محمد اللقب ماله الطاغي الطاغي هذيك اليوم انت خربطت يعني انا علقت حسب بعير تقول لي اسماء الطاغي <applause> 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 شد حيلك يا الطاغي الغالي نبي طيب بعير والناقه ما والناقه نعم نعم اذا نتعرف معكم مشاهدينا الكرام على الاسماء المشاركه التي ستتنافس على محيط الوصول الى الشلفه الفضيه في شوط الحقائق البكار الاسماء اذا على النحو التالي اليازي محمد بن احمد بن محمد بن سهيل بالحطم، أبعاد حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، جميلة محمد بن محمد بن سعيد النابت، سمحة لمحمد بن صالح بن محمد بن نصره العامري، مصدر لمحمد بن مبارك بن طماطم العامري، خيرة لسالم بن سعيد بن مصبح بن سيف المسافري، دمعة سلطان بن جمعة بن نافع الشدي المنصوري، أرصاد سالم بن كرامة بن بن عيضة العامري رمز سالم بن علي بن سعيد البريصي المري غي لكردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري صبا جمعة بن سالم بن راشد الهاشمي خود عتيق بن علي بن حمد بن علي المري دوما لمبارك بن مساعد بن خالد بن محمد المنصوري التماس لسعيد بن حمد بن صالح بن حمد الحول بلبلة لسهيل بن سالم بن مصبح بن محمد الكتبي ماريا لجابر بن حمد بن سالم الفهيده المري قماشه لاحمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند منصوره لهادف بن محمد بن هويدن الكتبي الجوري ليحيى بن الصغير بن كنون بن محمد بن يراده الكتبي محبوبه عبد الله بن محمد بن جمعه بن معضد بن جبر بشاير لمحمد بن نايع بن سالم بن نايع النعيمي ومحبه لسالم بن علي بن خميس بن مصبح العمري 22 اسم ترشيحات الخبراء فهد بن حباب على التماس بكرة بالحول سعيد البرطماني مع قماشه بكرة المسند حمد بن جرحب الجازي لمحمد بن احمد بالحطم بن غراب رشح محبوبه لعبد الله بن محمد بن جمعه بن معضد بن جبر بالاسود بن ايضا يذهب الى ماريا لجابر بن حمد بن سالم الفيده المري محمد بن الفلي رشح دمعه عبيد السناري رشح الجازي سالم بن حضير مقماشة وسعيد الشهواني رشح الجازي لمحمد بن أحمد بن الحطم ودمعة ترشيح الفلي مع سلطان بن جمعة بن نافع بالشدي المنصوري بكره بالاسود الاسماء اللي استعرضناها بالتنافس على هذه الشلفه ابرز الاسماء المشاركه وتوقعاتك لمسار هذا الشهر محمد ابرز الاسماء الجاز بكره <تصفحة> الحطم جاي عندنا وصفة الرمز في مهرجان الامير الوالد كذلك سمحه جاية رابع بكره النصر او خامسة ما ادري بالضبط كذلك دمع بكره الشدي رابعة تقريبا عندك رصاد ابن كرامه الثاني على السياره عندك رمز بكره البريصي سارقه في الحصن عندك ماريا سابقا المحل التاسع مسجل افضل توقيت على مستوى الاشواط المفتوحه والعامه. ف كذلك فكره ابن الحول اللي التماس اعتقد الثانية على عصيرها وعلى الرمس في الكويت. ثالثه على الكويت. او ثالثه فتجي كلها يا محمد نقوه ترجع تفق الله الاول وقبلت الدرون. كذلك محبوبه عند عبد الله بن جمعه وشعر التحدي ناقه تسبق عندهم في الامارات المراكز ما بعد خاضت منافسه رسميه مثل بكره ان شاء الله. كل تواجد الشوط بكره قوي جدا أه. من التوفيق وراح يجي تيم ما حصل اليوم توقعاتي توقع ان بكره بيكون في تيم نعم شامح. ننتقل الى الشوط اللي يليه شوط الحقائق القعدان هذا الشوط سيكون فيه التنافس على الخنجر الفضي والاسماء المشاركه هي مثل ما نتابع شاهين مبارك بن محمد بن عويضه بن سهيل العامري، غزال لسلطان بن علي بن محمد بن رشيد الكتبي، شاهين حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد، شاهين أحمد بن سيف بن سعيد بن سيف المهيري، غياث سالم بن خلفان بن العري الكتبي. رمز عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران شاهين محمد بن مبارك بن محمد الكتبي هملول لصالح بن سعيد بن سالم الوهيبي عجيب لمحمد بن ناصر بن سعيد بن جديد المنصوري الوسمي لحمد بن مبارك بن زايد الخيارين الفايز لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري منذر للعود بن حمد بن العامري مخول لعيسى بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري إذا ثلاثة اسما فهد بن حباب راح مع عجيب البرطماني أيضا مع عجيب بن جرحم مع عجيب بن غراب أيضا يذهب مع عجيب لمحمد بن ناصر بن سعيد بن جديد المنصوري بالأسود ترشيحه على هملول لصالح بن سعيد بن سالم الوهيبي الغفلي رشح غياث وكذلك بن حضير مراحة ومع غياث لسالم بن خلفان بالعري الكتبي عبيد السناري يذهب أيضا مع عجيب للمنصوري وسعيد الشهواني يرشح الوسمي لحمد بن مبارك بن زايد الخيارين بكرة مهندس حمد المنافسة على هذا الخنجر كيف تنظر للمنافسة في يوم الغد وتوقعاتك لمسار هذا التحدي بالطبع ابو محمد الشوط بيكون شوط مميز في جعدان منافسات على رموز عندك غياث وصيف الرمز مهرجان حسن قصر الحسن وايضا جاي ثالث على الرمز في بطوله الوثبه الاولى وقعود وكاسر وسابق ايضا في ميدان دستور في ثاني ثاني تمهيدي في ميدان مرموم عندك ايضا منذر العود من حمد بالعود العامري سابق في المرموم في عندك جعدان سباق بس الشوط هذا خف يعني في 13 قعود قلت لك دائما مش من صالح المشاركين دائما خفت العدد في بعض الناس يعني حد يقول لك والله من يخف العدد يسهل الشوط انت شو ودك حمد ودك بالشوط المضغوط ولا كثره ولا ودك بالشوط الشوط الشوط المضغوط اللي ما فيه سباق وايد اهون من الشوط القليل <تصفيق> لا لا <applause> مضغوط لا <في تصفيق> لا لا مرات تيك اشواط رموز تلقى مثلا في سوء تقييم المالك منطقة رابعه في نقدي ورفعها في رمز. لكن الشوط اذا قل العدد سوء تقييم و... نعم وفي وفي سبق وفي نوعيات انت اكثر وانت ساير الشوط املك زايد ومن المراقبه عليك اكثر مستهدف. كل ما يقل العدد يكون املك زايد وتكون المراقبه عليك اكثر مستهدف فالشوط آه الشوط آه في جعدان سبق في ايضا الوسمي قعود حمد بن مبارك بن زايد المطوع الخيري تو اظن شارينا القعود من فتره بسيطه بس نعم في ابو محمد آه يعني جعدان سبق يمكن ده يعني احنا شفنا من 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 ناحيه المشاركه اللي حصلت اليوم الحلال اليوم اللي دفع هو اللي سبق الحلال يعني اللي استلم يعني من نص المسافه او قبل نص المسافه هو اللي سبق اعتقد باكر الصوره بتختلف عادي يك السبق يعني يعني يمكن يمكن, يمكن انه يختلف المشهد السبق بيختلف يعني مسار اتوقع الله زين يعني توقعاتكم بكره طبعا ابو صقر احنا نعرف ان في السن الصغير الحقايق واللقايه القعدان تكسر القعدان صحيح تيم البكار بكره وين بيكون التيم عند البكار ولا عند القعدان على ضوء الاسماء؟ والله انا اتوقع بيكون عند البكار عند البكار تيم بكره بيكون عند البكار عند البكار لان في شويه زحمه بيكون في منافس اكثر في يمكن لان شفت شفت انت اليوم في شوط الانتاج لما كان شوط خفيف كانت في مراغب تحفظ يمكن في الامتار الاخيره اصدروا التعليمات على مغذي صحيح صحيح يعني الشوط كل ما كان مزحوم وفي منافس وفي ايقاع سريع بيكون التيم فيه الافضل نعم اذا مشاهدينا الكرام يمكن احنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم برنامج, برنامج الريس نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا في هذه الحلقه ويعذرون الاخوان اللي ما قرينا تغريداتهم ونقول باذن الله تعالى باننا سوف نكون معكم في قناه الريان الفضائيه الثانيه في متابعه لمنافسات احداث هذا المهرجان الكبير المقام على شرف سيف سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، بكره الانطلاقه في تمام الساعه السادسه صباحا وايضا الانطلاقه المسائيه بتكون في تمام الساعه الواحده ظهرا نذكر بان بكره ان شاء الله بيكون عندنا في حلقه برنامج الرئيس مزيد من الايضاحات للمشاركين اللي تساءلوا عن مركاض التراث وهذا المركاض اللي راح يقام ان شاء الله يوم الجمعه القادم الخاص بهالقطر اللي عنده الرغبه انه يشارك فاللجنه المنظمه للسباقات اللي حطت لهم هذه البادره الطيبه التي سوف تعطي هذا المهرجان ايضا بعدا تنافسيا اخر قبل ما انسى يسلم عليكم مكتوم بن بادي الحرسوسي الله كثير السلام نشكركم على البرنامج الله شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله وحفظه نشوفكم بكره ان شاء الله في الموعد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته